السلام عليكم، مرحبا بكم عند رياض دي بيجات. منا كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم سفيان مدينة مراكش، قصرية الصفاء، المسيرة، واحد الأحباس. اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارة كسائر ذهبية، وتنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب. مرحبا بكم، ألف مرحبا الأخوات. لايف جديد وسلعة جديدة كما تنعودكم إن شاء الله. العميزة إن شاء الله في هذا اللايف الأخوات بثمن مناسب الأخوات. إن شاء الله غادي يكون هذا اللايف كله الجديد الأخوات لأشكال متنوعة. اي حاجه طلبتونا على الاخوات غنوريو لكم في اللايف. حاولوا تكتبوا في الكومونتير اي حاجه بغيتوا تشوفوها. نحاولوا ايباك لكم الرقم ديالنا اللي هو 06. حاولوا تزيدوا بها شي 06. الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52. مرحبا بكم، الف مرحبا. 06 66 52 59 91. مرحبا بكم الف مرحبا الاخوات. هذا الرقم ديالي هو تجاوبكم اخت شيماء في الواتساب. مرحبا اختي كوطار. سلام، مرحبا اختي، مرحبا بكم الاخوات. حاولوا بارطاجيو لنا اللايف لوماكسيم باش يطلع اكثر فاكثر، باش كلشي يستافد من العروض ديالنا وكلشي يستافد من البروموسيون اللي تنديروا لكم. مرحبا بكم، الف مرحبا الاخوات. نبداو لكم باول عرض ديالنا اللي هو سنيسلا وغورميتا اللي الثمن ديالها 1500 درهم فقط الاخوات. كانت ب 1600 درهم، ردنا لكم ب 1500 درهم هي والغورميتا ديالها ب 1500 درهم الاخوات. سنيسلا كلاش والغورميتا ديالها 1500 درهم الاخوات، 150 اورو، 30000 ريال. سمع هذه 30000 ريال، شي حاجه غزاله وشي حاجه رائعه الاخوات، شي حاجه تعجيمه، شي حاجه تعجيمه والصح والعمل. بالنسبه للسلسله غارانتي العام، لان شي حاجه ما تقطعش ليك، يعني بالنسبه للتقطع. اما الذهب راه تيبقى ديما لا غارانتي ديالو ديما ذهب. غير بالنسبه للتقطع الاخوات، هادشي اش نقول لكم لا غارانتي، لان الناس يخافوا من شي حاجه رقيقه. هذه صحيحه وعمليه. 1500 درهم، 30000 ريال، 150 اورو اخوات، 150 اورو، 30000 ريال. هذه الاخوات 150 اورو، 30000 ريال، 1500 درهم. مرحبا بكم، الف مرحبا. كاين شي ميزات؟ كاين ميزات اخوات، نرجع عامره الاخوات غير بقاو بارطاجيو معنا اللايف باش نوريكم الميزات. كاينين اليوم رائعين، شي حاجه زوينه وشي حاجه ذوقيه، ان شاء الله تكونوا مستفيدين منهم. غير بقاو معنا، كاين الجديد في الاثمنه مناسبه. 1500 درهم كاينه هذه السلسله وغورميطه، كاينه تاع الخميسه اللي طلبتون عليها. هادي 1500 درهم، حتى هي شي حاجه زوينه وراقيه. 150 اورو، 30000 ريال، 150 اورو. دار الاخوات هادو راه بروموسيون، عرض زوين فيهم. كاين شي خاتم واخا اختي، ان شاء الله بقاي معايا اختي. اختي سنه مرحبا، بقاي معايا ان شاء الله نوريك شنو كاين. كاين شي سرتله الورده ديال اليمين في الميزات اختي زينب، لا ما كاينش سرتات الورده. المهم انا شي كاين الاخوات نوري لكم شي حاجه زوينه اليوم في الميزه، ان شاء الله تكونوا ميزات رائعين. 1500 درهم، 30000 ريال. بارطاجيو الاخوات اللايف باش يطلع اكثر، باش كلشي يستافد من العروض ديالنا. 1500 درهم، 30000 ريال، شي حاجه زوينه هذه، شي حاجه غزاله وراقيه. بلاكم اول عرض الاخوات جاكوار، شوت باكلاج جاكوار اللي طلبتون عليه، شي حاجه زوينه ورائعه. هو البراسي ديالو هاو، قلت لكم الاخوات اليوم راه اللايف استثنائي، شي حاجه زوينه وراقي. حاولي شي ما شي ما جيب لي مسطره عافاك عند عزيز. عندهم الاخوات براسلي جاكوار والخاتم ديالو، شي حاجه رائعه، شي حاجه الاخوات اخر ما كاين. حاول نعطيكم الثمن ديال الخاتم اخوات، حاولوا بارطاجيو اكثر باش كلشي يستافد من العروض ديالنا اليوم. راه كاين ما يتشاف، يعني كاين كاين عطيكم واحد اللمحه على الساعه اللي كاينه. كاين هادو تيفاني، كاين تيفاني، كاين هذا سيدي، هادو كاع رائعين الاخوات. كاين شي حاجه زوينه في هاد اللايف، كاينين جديد كما قلت لكم، كاينين جديد. نحاول نعطيكم اول عرض اللي هو خاتم جاكوار، شي حاجه زوينه. كاين هذا وكاين هذا الخضر، كاين هذا وكاين هذا، يعني كاع هادو بجوجهم شي حاجه ثقيله وشي حاجه صحيحه، حاجه زوينين هادو الاخوات. هادو الاخوات 6900 درهم، 690 اورو، 6900 درهم. سبحان الله باك هذا، هاد الجاكوار هذا اللي فيه عينين خضرين. نحاول نعطيكم الثمن ديال هاد الاخر، هذا 6900. شوف باك كيفاش داير خاتم، شي حاجه رائعه الاخوات. اكثر الناس يلبسوا في هاد الصبعه هذا، لان تيجي رائع في هاد اللبسه. هاي 6900 درهم، 690 اورو، 138000 ريال، 138000 ريال. بغيت شي حاجه بلديه. كاين اختي البلديه، اختي نسيمه،
ان شاء الله نوريك البلديه، بقى معايا اختي ان شاء الله نبداو لكم بهادو وندوزو للبلديه والرومي. الثمن ديال الاخوات 6900 درهم، 690 اورو، 138 الف ريال. كاين الباق الاخر اللي يعني هذا زيد على هذا في الجرامات تقريبا، بيناتهم واحد الفرق تاع الجرامات، هذا 7000 درهم الاخوات، 140 الف ريال، 700 اورو، 140 الف ريال. هذا هو البراسلي ديالو، هذا بجوج كاين الخاتم والبراسلي ديالو اللي هو هذا. شوف تبارك الله ما شاء الله، شي حاجه رائعه الاخوات. يعني البراسلي تيهضر على نفسه بلا ما نحاول نهضر عليه، لان تبارك الله هماوي تيجي رائع في اللبسه، شي حاجه راقيه. هاتيكم هذا بالنسبه للبراسلي، الخاتم ديالو 7000 درهم، البراسلي الثمن ديالو 11900 درهم، 11900 درهم، مليون و8 و30 الف ريال. الاخوات يبان بحال يعني اكثر من الثمن ديالو، لانه هو ريزين تكون شويه خفيف ولكن صحيح صامت وصحيح، لانه ماشي بك داكشي علاش عطى الثمن قل، لان الثمن اللي لبستيه في يديك تيبان بحال البراسلي تاع 20000 درهم، تيبان ثقيل وتيبان عامر بين فليت. الثمن ديالو 11900 درهم، 1000 و 11000 حاول نعطيكم الثمن ديالو، 11900 درهم الاخوات، 1190 اورو، 1190 اورو بالنسبه لهذ الاخوات، 1190 اورو في البراسلي، مليون و 38 الف ريال بالنسبه للبراسلي. الخاتم ديالو 7000 درهم. هانتوما كيفاش يجي، تيجي رائع رائع رائع. خوش كيفاش تيجي، راه براسلي ولا باك ديالو حتى هو شي حاجه رائعه. سلام خويا سيو، كاين شي ها؟ عندك وحده بغيت صوت و هاد مرة اخوات. كاين اخت شيماء الاخوات في الواتساب، هي تجاوبكم ان شاء الله في الواتساب. الثمن الجرام دابا خويا اختي دابا 515 درهم الاخوات، الخام الخام دابا 515 درهم، ماشي دي دابا الثمن الخام. ندوزو لكم الاخوات البلجي عصير الصابون، غنحاول ندير حاجه روميه حاجه بلجيه باش كلشي يستافد. عصير الصابون بقى هذا الاخوات هو اللي بقى عندي، الثمن ديالو مناسب 575 درهم الجرام. هذا عصير الصابون هذا شي حاجه زوينه ودوقيه والصح ما تترطى ما والو. هذا الاخوات بالنسبه لهذا الصح ديالو ما تترطاش، يعني شي حاجه ثقيله وعمليه وتعديله، وحتى الثمن ديالو مناسب 21 غرام فاصله 4. بالنسبه للثمن ديالو 21 غرام فاصله 4، 575 درهم. هذا بروموسيون الاخوات، هذا بقى عندي واحد فيها اللي كيجي 12300 درهم، 12300 درهم، مليون و مليون و 46 الف ريال، 12000 12300 درهم الاخوات، 1230 اورو بالريال الاخوات، مليون و 46 الف ريال، مليون و 46 الف ريال. شحال الثمن رادكو الجرام اختي؟ رادكو عندي وحده، عندي جوج في العميزات والكروبيطه ديالهم في رادكو الاخوات باش تعرفوا واش كاين، وعندي وحده في جديد. هادو كاينين في العميزات ان شاء الله اليوم، يبقاو معايا لان كاين يتشاف اليوم في العميزات ولا في جديد. يعني اخوات هاد اللايف راه قلت لكم رائع، اثمنه رائعه الاخوات، الاثمنه مهمه لان الثمن تيكون منخفض في اللايف، لان تنحاولوا اللي كيديو شي سلعه ونحطوا سلعه بثمن مناسب. اللي كان تيتفرج فينا وديما تيتبعنا تيحاول يستافد من العميزات يعني في اللايف، حيت كاين وسكريني والاخوات حاولوا ما امكن سكريني. وكي قلت لكم يعني اللايف لان تيكون فيه بياسه وحده، يعني ما يمكنش تكون في العميزات بياسه وحده، ما تيكون جوج بحال دابا عصير الصابون. عطيكم هذا ناقص فيه تقريبا واحد 20 درهم في الجرام، يعني اللي بتاخذي بتخدمي هذا يطلع لك اكثر من هذا الثمن. هذا يعني من الاحسن تستافدي منه بثمن مناسب. هذا هو الاخوات عشان نقول لكم استافدوا من الميزات والاثمنه المناسبه في اللايف. 12300 درهم، مليون و46 الف ريال، هذا مليون و46 الف ريال، 1230 اورو تقريبا هذا الاخوات. وكاين دبليج صغير حتى هو، يا سلام. شي ما لقيتش مسطره، شوف شوف عزيز، جا عزيز ما كاينش عزيز، شوف فين سفيان، سفيان يعطيك الصحه. بالنسبه للثمن ديال الاخوات شو هذا، حاول هذا فيه 14 غرام فاصله 4 الاخوات، هذا 14 غرام فاصله 4 الاخوات، الثمن ديالو 8400 درهم، 840 اورو. دبليج تاع الصويره 840 اورو، هذا زماني هذا الاخوات. بالك الله يفكركم في الناس القدام، يعني الناس القدام كانوا تيلبسوا هذا الصويري وعصير الصابون فاش يخبيو الفلوس. هادو تنقول لكم زينه وخزينه، لان شي حاجه صح وعمليه ودقيقه ومناسبه في الثمن. حين دابا الاخوات الذهب تختلف، كل خدمه تختلف على خدمه.
هادو تشريع الذهب، تشريع ثمن المصنعيه ناقصه شويه على الاختيكل الاخرين اللي بالموديل. هادو الاخوات الثمن ديال هذا 8400 درهم، 168 الف ريال، 168 الف ريال بالنسبه للعصير هذا الصويري، هذا دبلي الصويري. القياسات الاخوات نحاول نعطيكم القياسات دابا، شوف لي الاخت شيماء المسطره وندوز لكم القياسات، نحاول نعطيكم القياسات ديالهم ندوزو لقيتي المسطره اراني ها اراني شكرا. نتوما الاخوات نعطيكم عصير الصابون القياس ديالو هو هذا، القياس ديالو 6.3 في لاطاي ديال هذا، 6.3 في عصير الصابون اللي بيستافد منه، 6.3 قلت لكم صح، شي حاجه عمليه شي حاجه دقيقه لا وزوينه، 6.3 وكاين هاد التصوير قلت لكم 8400 درهم، 6.1 هذا 6.1 في لاطاي ديالو اللي بيستافد منه. شحال لويز؟ لويز اختي ما كاين باقي عندك الحاجه لويز؟ كاين شحال باقي منك؟ ماشي الله يكبر بك اختي، تحيه لكم تاع حنا الاخوات، التحيه كبيره الاخوات الناس يتبعونا ويدعمونا. السلام عليكم، واش تهرس؟ 3400 درهم اخوات، 3400 درهم لويز. لكن راتكو في الميزات بغيتها عافاك اختي، الا بغيتيها حاولي حتى تشوفها في اللايف وتواصلي مع الاخت شيماء باش تخليها لك. راتكو متعمل شحال كتحسبوا اختي نشوف لك، حاولي كنشوف يكون عندها ثمانه 6 قياس 6.1 هذا الاخوات. نقول لكم حاجه اخرى، كاين اليوم الاخوات قلت لكم الجديده راه صراحه اليوم سلعة متنوعة وأثمنة مناسبة. شفت تبارك الله هادو غزالين، هاد براسلي ولاباك ديالو، قيل لي فاش تلقى البراسلي بلاباك ديالو بهذا الشكل هذا وبهذا الشكل الرائع. القياس في البراسلي الأخوات 6، هذا قياس 6 في لاطاي ديالو، قياس 6. غنعطيكم الثمن ديال البراسلي وعطيكم لاباك، حيت كاين اللي بغي البراسلي بوحدو وكاين اللي بغي بجوج، ولا من الأحسن ياخذهم واحد بجوج لأنهم راقين، حاجة زوينة. الثمن ديال البراسي اخوات الثمن ديالو 6800 درهم، 680 اورو، 680 اورو، 6800 درهم، 156 الف ريال، 156 الف ريال. بالنسبه للاباك ديالو نعطيكم الثمن ديال الاباك اخوات، الثمن 2250 درهم، 2250 درهم بالنسبه للاباك ديالو، 2250 درهم، 45 الف ريال، 45 الف ريال بالاورو الاخوات، 225 اورو. هادو رائعين كلشي غزال ما شاء الله اخوات، حتى نتوما ذوقكم رائع الاخوات، وتجبكم السلعه اللي تتكون في المتناول باثمنه رائعه الاخوات، وسلعه راقيه. هذا هو الاخوات اللي تحاولوا نخدموا عليه، يعني الصح اول حاجه هو الصح، لان الصح هو اللي تخليك تاخذي السلعه وتعاود تاخذي من عندنا شي حاجه دقيقه وثمن مناسب وارتيكل جديد لابساه بوحدك، يعني ماشي شي حاجه اللي لابسها الكل. هذا هو الاخوات اللي محتفظين عليها باثمنه مناسبه، هذا 2250 درهم. هذا الاخوات الثمن ديالو عطيتو لكم، باش نحاول نعطيكم الثمن ديالو، 12 غرام 7800 درهم، 780 اورو. كاينين ميزات اختي ان شاء الله يبقى معايا، كاينين ميزات رائعين، كاين شي ميزات، كاينين ميزات الاخوات، حاولت هادورا نحاول نعطيكم جديد عند زول ميزات. كاين هاد الكورميت الاخوات رولكس، يا سلام قلت لكم راه كاين اليوم حاجه تنسيك في حاجه، هادي رولكس الاخوات شي حاجه زوينه راقيه، شي حاجه رائعه. عافاك جاوبني واش الى خديت رادكو نقشو؟ نقشو لا اختي، يعني النقش تدخل لان الفينيسيون هي الاخرى، يعني الا خصك تنقش عادي تفينا، يعني لما تفيناش، يعني لما الا كان فيني ما يمكنش تنقش. هذا هو الاخوات اللي كاين في الخدمه، يعني الا كان خصك تاخذيه من اما تاخذيه من قش اما سامبل، يعني تاخذيه من الديبار يكون من قش. شحال عصير الصابون؟ عصير الصابون درنا الثمن ديالو اختي، ها هو الثمن ديالو راه كاين، يعني درنا الثمن ديالو. شحال درنا الثمن ديال هذا شنو؟ هانت اختي رجعي، هذا خصهم 575 درهم، هذا درنا لك زعما حنا في مراكش اختي في قصرية الصفاء المسيرة واحد الأحباس تنديرو التوصيل لجميع مدن المغرب بالمجان. هذا الأخوات 10000
10500 درهم، مليون و10000 ريال. هذا مليون و10000 ريال اخوات، 10500 درهم، 1000 و10 اورو، 50 اورو، 1050 اورو هذا الاخوات، 1050 اورو بالنسبه لهذا الكورميت، هذا 10500 درهم. صراحه شي حاجه البيسه الاخوات، راه كيف قلت لكم يعني البيسه بغيتيها تبيعها مره اخرى ما تلقيهاش، لان تكون حاجه مره في شحال، تكون شي حاجه يونيك، شي حاجه راقيه بحال هذا الشكل هذا، يعني الاخوات راه تبغيها تكوموندي ما تلقيهاش، يعني لان بياسه راقيه وغزاله، يعني شي حاجه زوينه. 10500 درهم الاخوات، مليون و10000 ريال بالنسبه لهذا، حاجه زوينه الاخوات. رولكس مضوبله من الخلف، كي تشوفوا معايا كيفاش دايره الخدمه ديالها من الخلف والقدام، يعني شي حاجه زوينه ورائعه، حاجه زوينه هذه الاخوات. 10500 درهم، مليون و10000 ريال. لي بطات سكرينها اخوات، ايبنج لينا الرقم ماشي مطر عندي اخوات. الاخت شيماء هي تجاوبكم في الواتساب، يعني الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59 91. ندوز لكم لشكل اخر اخوات، كاين عندي واحد جاكوار زوينين، انا نحاول نعطيكم واحد جاكوار رائع رائع. كاين هذا ثمنه مناسب، هذا اخوات راه ثمن رائع، كاين هذا وكاين هذا. هذيك اللي لكم قبيله راه تبارك الله دازها 7000 درهم، يعني موديلات الجاكوار كاين هذا الشكل. طلبتوني عليه شحال مره تقول لي الجاكوار، اول اخوات راه جاو لانه ما طوندونس دابا. وانت اختي كاين هذا كاين هذا وكاين هذا، كاع هادو موديلات زوينين. هذا دوزنا قبيله اخوات 7000 درهم، 700 اورو، 140 الف ريال. كاين هذا، هذا مناسب عليه شويه. هذا الاخوات 3500 درهم، 70000 ريال، 350 اورو بالنسبه لهذا، هذا ثمنه زوين، 70000 ريال، 3500 درهم، 1350 اورو، 70000 ريال الاخوات، 3500 درهم، وهذا رائع. ندوزو الشكل الاخر اللي هو هذا اللي فيه جوج طريوس، هذا فيه جوج طريوس. الثمن ديالو 2800 درهم الاخوات، هذا 280 اورو، 2800 درهم، 56000 ريال. هذا ب 56000 ريال، شي حاجه زوينه، 56000 ريال. خويا سفيان شحال ثمن رادكو سامبل اختي؟ غير نوصلها ونقول لك الثمن ديالها والغرامات ديالها، والله ما عرفت شحال الثمن ديالها. يبقوا معايا الاخوات نوصلوا للميزات وندوزو. عندي وحده في الجيده نوريها لكم، ها هي وحده عندي، خدمتها لواحد السيده جاتها قصيره، ها هي هذا اللي جبتها اخوات. كاينين رادكو ان شاء الله راه يكونوا من دابا شحال السيمانه هكا شيما يزيد كمان من 19 ان شاء الله في الشهر اخوات، راه يكونوا يعني شي مزكي معنا السيد اللي بيخدموا منه. كاين هذه الاخوات شتا كيف تجي زوينه رائعه، هذو لقيت شي حاجه زوينه. شوف هذه فيها 12 غرام، 12 غرام فاصلة 5، الثمن ديالها 8550 درهم، 8550 درهم هذه الاخوات. ميزان إيه تحاول توصف واتساب، لان دابا ما كاينش تعبر كلشي وتعطي الثمن ديال كلشي، نعبر عليها يقول توصف واتساب بصوره الميزان ديالها. عندي الاخوات هادي 8550 درهم، 8550 درهم، 171000 ريال، 171000 ريال ديال الاخوات، 171000 ريال، 8550 درهم بالاورو الاخوات، 855 اورو، 855 اورو بالنسبه لهذه الاخوات، 855 اورو. هذه رائعه الفراد كوش، حاجه زوينه، زينه وخزينه. بغيت اخويا سفيان توصل اختي في واتساب، وحاولي تخلع لك اخت شيماء، لان وحده اللي كاينه عندي كاين اخوات هادو تبارك الله تيفاني ما شاء الله. هذو الاخوات كاين هادو، كاين الكورميطه ديالها، هادو شي حاجه غزاله. اختي سميره توصي في واتساب الاخوات اللي قال لك بغيتها بغيتها، يعني الاخوات كاينه وحده في هذيك الجبه الجديده، والعميزه راه كاينين فيهم جوج الكورميطه ديالهم. ها نعطيكم الاخوات الكورميطه 17 غرام فاصله 7 في الكورميطه 17 غرام فاصله 7، الثمن ديالها 11000
و300 درهم، مليون، مليون و 26 ألف ريال. هذه الأخوات مليون و 26 ألف ريال، 11300 درهم. هذه الأخوات طويلة باش تعرفوا واش كاين، يعني الطرة نقول لكم شحال فيها في الطرة، تبارك الله، يعني شد عمرة غاديها مزيانة. 15 فيها 15 زائد 9 24 سنتيم. ها تيفاني كاين واحد بقى عندي واحد. هذه الاخوات 24 سنتيم في الطول ديالها، هذه الكورميطه هذه شحال طويله وفيها ثلاث القفوله. كتشوف معايا ثلاثه القفوله ماشي واحد، كاين هذا وسطاني، كاين هذا، هذا هذا، يعني هذو تقريبا ثلاث القفوله فيها. الثمن ديالها 11300 درهم، مليون و 26 الف ريال، 1130 اورو. لا اختي ماشي 685 درهم الغرام، لا اختي، يعني الرادكو دايره 585 درهم، شي دايره ماشي 685، شي درنا فيها الثمن ديالها. غلطت فيها ما عرفت، المهم نشوف. 12 غرام فاصلة 6، غلطت فيها اختي هاديك، غلطت فيها الرادكو، ما عرفت تيبان. هادي الاخوات الثمن ديالها 7400 درهم، 7400 باش نحاولوا نصحوا هذا الاخوات لان غلطنا فيه. شاب الله واحد الاخت قالتها لي تبارك الله، حط الماكينه وحط اختي الله العظيم كويس درتي اللايف، غلطنا في غلط فاجح. 7400 درهم، 740 اورو. هادي الاخوات راه غلطنا في هذا الرادكو، هادي 740 اورو، 7400 درهم، فيها 12 غرام فاصله 6، 185، 7400 درهم. هادي الاخوات هذه زوينة اللي بدها، هذه راه 11300 درهم في هاد الكورميطة هادي، تعال نقطع هي، نحاول نعطيكم الغرامات ديالها، 35 غرام فاصلة 2، الثمن ديالها 12000، 22500 درهم، مليون، 2,050,000 ريال، 2,050,000 ريال. ديال الأخوات راه تجي رائعة، 2,050,000 ريال، 22500 درهم. 22500 درهم. هذه الاخوات خويا واش ممكن تصاوب عليك اختي خديجه، نصاوب عليك الا بغيتيها، ولا لا صبري من دابا اسبوع غتكون الرادكو موجوده، بغيت السلسله في الميزه، يعني كومونديت هذا السيد دابا قال لي من نهار 19 شهر غتكون تقريبا واحد الكميه اللي ان شاء الله اللي تكون كاع الطلبات تاع الناس كلهم، يعني نلبيهم ان شاء الله باذن الله في الرادكو. 22500 درهم، لان راه كنت باكلات باكلات تتمشى ومناسبه وزينه وخزينه، هذا هو الاساس الاخوات، هو تتخبي فيها فلوسك وراقية تجي في اللبسه. 22500 درهم الاخوات بالنسبه لهذه. ما تجاوبش الواتساب، تجاوبت الاخت شيما تجاوب، علاش خاتم حريم السلطان بشحال؟ حريم السلطان، فين حريم السلطان؟ لا كان في اللايف اللي قبل. ما بقاش بعتيها شيما؟ اه قلت لكم الاخت شيما تبع بالنسبه لخاتم حريم السلطان. كاين اخوات هذا الشكل هذا رائع، هذا زويون، براسلي وخاتم ديالو شي حاجه طوب جديد الاخوات، قلت لكم المهم كله جديد. هذا الاخوات دير 2500 درهم، 250 اورو، بسم الله باك 250 اورو، 250 اورو بالنسبه لهذا الباك هذا، بالنسبة للبراسي ديالو. الثمن ديال البراسي 7700 درهم، 770 اورو، 7700 درهم، 250 اورو، 50000 ريال، 144، 154000 ريال بالنسبة للبراسي، 154000 ريال بالنسبة للباك، 50000 ريال بالدرهم الاخوات، 2500 درهم بالنسبة للباك، بالنسبة للبراسي 7700 درهم، 154000 ريال، 770 اورو بالنسبه للبراسل، خاتم 250 اورو. هادو رائعين الاخوات، شي حاجه زوينه، شي حاجه دقيقه صحيحه عمليه سامبل، ما فيهم لا حجر لا والو، شي حاجه زوينه. كاين براسلي ويزا، هو كاين عندي هذا، ها هو اختي، كاين هاد الشكل هذا، هذا زوين تاو،
كاين هو الخاتم ديالو. المهم هذا كاين هذا البراسلي هذا تاع المرايك، تنقولوا حتى المرايك شي حاجه زوينه. ها عطيك الثمن ديالو فيه 17 غرام فاصله 15، الثمن ديالو 10600 درهم، 1060 اورو، مليون و 12000 ريال. سؤال براسي، مليون و 12000 ريال. هذا اخويا شحال في الدور باش يعطيكم القياس ديالو؟ هذا قياس 6 بالنسبه لاخوات البراسي، هذا قياس 6. وريني شي اخري خريشات، خريشات ما تقيله مخفيه، كاينه هذه اختي هاي. حاول لبي الا كانت شي قريبه ليا، حاول لبي الطلب ديالكم الاخوات، كاينه هذه زوينه. هذه 1900 درهم، 190 اورو، 38000 ريال. هذه 38000 ريال، بس الاخت اللي قالت لك بغيتها هادي. بغينا نقلوشها واخا اختي، دابا نوجدها لك، هي بقاي طيب اختي. هاد الاخت اللي بغات طنجية ما بقات بغات هادشي. خوات راه جيت دابا بثمن مناسب، بغينا شي لويز بشحال؟ بغيت شي سلسلة لويز بحال التقليباتي 5000. كاينين عندي اختي كاينين، بقيت وحدة شي ما؟ اه كاينين شي جوج اللي بقاو. ها هي اختي 5000 درهم، كاينه هادي، هادي 500 اورو الاخوات، 100000 ريال، 500 اورو 100000 ريال، 5000 درهم. هادي 5000 درهم زوينه، هادي صراحه تلقى اقبال كبير هادي، لانها راقيه وثمنها مناسب. 5000 درهم 100000 ريال بالنسبه لهادي، 100000 ريال. ندوزو الاخوات الكورميت، كاين هاد الكورميت هادي، يا سلام. خواتا قلت لكم اليوم كاينين السلعة تبارك الله، حاجة تنسيك في حاجة تبارك الله، زوينة هادي، ثمنها مناسب هادي الأخوات، ثمن ديالها 7800 درهم، 780 أورو، 156000 ريال، 156000 ريال بالنسبة لهاد الكورميطة هادي، هادي رائع، 156000 ريال، 780 أورو. هادي 780 اورو، تخبيهم في المخدة هادشي. استرتلا ولويز 780 اورو الخوات، كدبت عليكم اختي، اخوات كاع كلهم تيخبيو، كاع يتقدم تيخبي في المخدة تيجي يشري، هادشي اللي كاين. صحابش اش بغيتي اختي استرتلا ولا الرادكو، هذا هو اللي كاين دابا في البيت تخبي فلوس. وهادشي الاخوات راه تيبقى زينه وخزينه، حتى هو راه زوين هاد الموديلات، يعني اذا تحاول تحيدي الشهوه، لان باش تلبسي هاد الكورميطه هادي تجي باينه، يعني الا بغيتي تاخدي بحالها في الحاجه اللي تخبي فيها الفلوس راه ما تجيش باينه، لان البلدي تيجي مجموع، واخا تيكون الكرامات عازه بحال السرتله كتعز 70 غرام 60 غرام، ولكن تجي رقيقه في اليد، يعني كورميطه هكا بهذا الثمن هذا وبهذا الشكل هذا راه تتبان باينه، يعني تتبان 7800 درهم بحال 20000 درهم لابسها في يديك، يعني باش نتفاهموا الاخوات، هذا هو الفرق ما بين الرومي، الرومي تيكون باين، البلجي تيكون ثقيل بزاف، تيكون وازن، هذا هو الفرق الاخوات. وقلت لكم البلجي تيبقى فيه الفلوس، يعني تخبي فيه فلوس تيبقى لك الدوام، يعني بحال السرتلا بحال الرادكو بحال هذا تيبقى زينه وخزينه، يعني على حسب تيلبسوك صغير وكبير. دابا البلجي رجعوا ليه كلشي، الاذواق تختلف الاخوات، هادشي اللي كاين، الاذواق لا تناقش، يعني كل ذوقه كل واش يبغي. ايتا واختي نوصل القلوشه انا، هي غادي نقدر نقدر كاع نحبس اللايف. لا لا اخوات والله العظيم لا، حنا معاكم، انا الجديد نحاول نعطيكم الجديد ونعطيكم التلاميذ باش يكون لايف متنوع. 7800 درهم، 780 اورو بالنسبه لهاد الاخوات، هادي شي حاجه زوينه ورائعه. ندوزو لكم دابا، كاين هاد البراسيات هادو تاهما زوون زوون، هادو شي حاجه رائعه، هادو ثلاثة، هادو الأخوات كي غيبغي واحد ممكن ياخدو، لأن شكلا تيجي واحد مع الكلو، يجي مع الكاختي، يجي مع أي شكل، كي غيبغيهم ثلاثة، لأن كل واش يلبس، يعني بثلاثة تيجيو رائعين، كاين اللي عندو الكلو كاختي وهذا بغي يزيد معاهم هذا راه ممكن يزيدو معاهم، هذا ماشي بالضروري تاخدي ثلاثة، نعطيكم الثمن ديال كل واحد، 12 غرام فاصلة 6 فيه، الثمن ديالو 7800 درهم، 780 أورو، 780 أورو، 7800 درهم، 100 و 56000 ريال.
صحيح تبارك الله شي حاجه دقيقله والقفل فيه حتى هو مزيان يعني شي حاجه صح والعمل يعني القفل ديالو ما تيتحلش الا ما وركتيش على هذا. الثمن ديالو 7800 درهم 780 اورو 156 الف ريال. دوزوني هذا الاخوات اللي بغاتهم تسكرينهم شي حاجه رائعه من الخلفيه ديالهم هكا سامبل من القدام ديالهم هكا دايرين الاخوات. السلسله ديال الكلاش واخا اختي نوريك الصوم بالكامل يبقى معايا. تعليق لويز حر شحال الثمن اختي سميه ما كاينش عندي، عندي لويز حر عند الحاجه محل اخر وكاين عندي انا لويزه سلسله لويزه اللي وريتكم دابا ب 5000 درهم هي هادي ممكن تحيديها من هنا وتركبها دير فيها لويزه حره ها هي تاع 5000. الثمن ديال الاخوات 7800 درهم الواحد 780 اورو 156 الف ريال بالنسبه لهذا 156 الف ريال الواحد. بالنسبه للاخوات ديال الواحد اخت بات سلسله كلاش خاتمة الكلاش وهذا ها هو الاخوات نوصهم بالكامل ها هو نوصهم كاين هذا كاين الخاتم كاين الحلقات وكاع مزيانين شي حاجة زوونة كيما تشوف معايا الحلقات ها الخاتم ها السلسلة هادو الاخوات اللي بغا كل حاجة بوحدها ممكن ياخدها نحاول نعطيكم الثمن ديالهم كلهم ونستافدو منهم لأنهم كلهم ثمن مناسب فيهم هذا. وسلسلة الشوبر اللي صحيحة معروفة تبارك الله دقيقنا هذا الأخوات 7200 درهم نصهم بالكامل ب 7200 درهم 144 ألف ريال فيه الحلقات فيه السلسلة وفيه لاباك ولاباك راه القيسات راه كاينين يعني جميع القيسات راه كاينين دابا متوفرين حلقة تا هما زوينين كليبس شي حاجة مزيانة 7200 درهم 720 أورو 144 ألف ريال بالنسبة لهذا النصهم هذا 144 ألف ريال شنو فرق بين لويز حر وعادي لويز حر تيكون 21 كارا ولويز اللي مسكاني تيكون 18 كارا شي كاين اخو هو الفرق ما بين لويز الحر وما بين لويز تجي هذا هو الفرق بيناتهم وتيكونوا مختلفين حتى في الميزان 7200 درهم 720 اورو 144 الف ريال سلسله اخوات زوونه خاتم الصح والعمل يعني علاقة ديال تبارك الله بونو كيف كبير تقريبا شحال سنتيم فيه باش نعطيكم العبار ديالو فيه جوج سنتيم فاصله سبعة في الدورة ديالو سبو البونو 7200 درهم الاخوات عالي اللي مطلوب دابا تاع اونسومبل رادكو هذا تبارك الله اللي تلقى اقبال كبير هذا طلبوني عليه الناس شحال غادي نهار تجيبو دوزو لنا في اللايف ها هو الاخوات راه جبتو هذا راه زبون تبارك الله هذا بين الرومي والبلجي يعني جمع ما بين البلجي والرومي يعني تلبسيه هاك وهاك ماشي بالضروري بلجي 100% اوكي شوف معايا شنو الحلقه ديالو ها هي انتما هذا الاخوات تا هو زوون هذا رائع 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 هذا تاع رادكو يعني شكل رادكو يعني ممكن ياخذ ياخذ الحلقات عنده رادكو قديمه ياخذ لها الحلقه تيجيو معاها خاتم تا هو زوون كاع لونسومبل رائع بالنسبة لونسومبل الأخوات راه شي حاجة زوونة الثمن ديالو 8700 درهم 870 أورو 870 أورو الأخوات 8700 درهم 8700 درهم هذا الأخوات لونسومبل كامل فيه الحلقات وفيه لاباك وفيه الخاتم ديالو 8700 درهم 8700 درهم 870 اورو 174 الف ريال نصب بالكامل هذا الاخوات رائع شو كيدير من الخلف لانه مدوبل كما تشوف معايا مدوبل صحيح تبدل الخاتم عملي شي حاجه دقيقه وعملي ثمن مناسب ديالو سلسله بوحدها واخا اختي العبر عليك ماشي مشكل السلسلة بوحدها دايره 4100 درهم 410 اورو السلسلة بوحدها شي حد السلسلة بوحدها 410 اورو 82 الف ريال يا خوات 82 الف ريال يا رائع ونعطيكم حتى سلسلة الكلاش تاعي اللي بغاها بوحدها ماشي مشكل هادي اخوات 3500 درهم 350 اورو 70 الف ريال صراحه هذه تستاهل اكثر يعني تبان تبارك الله مهويه
شهاده زوونه لقط برك الله كبيره 70000 ريال 3500 درهم 1350 اورو 3500 درهم 70000 ريال بالنسبه لهذه السلسله والعلاقه ديالها. هنا اخوات كاين في مراكش تنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب. اخوات المحل ديالنا كاين تيتواجد في قصريه الصفاء المسيره واحد الاحباس رياض دي بيجو الاخوات اللي تبارك الله معروف الاخوات الناس اللي تلتحقوا بنا اول مره. حنا تواجدوا في مراكش تنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب، يعني تقدر تبغي هذا الارتيكل انت في اي مدينه كنتي في المغرب تنديروا التوصيل لجميع مدن المغرب الاخوات. بالنسبه لهذو الاخوات شي حاجه جديده. بالنسبه للاخوات بالنسبه اللي بينصيفطوا لي يعني تتوصلك السلعه عاد تخلصيها. كاين عندنا فضيله بالنسبه للبلاصه اللي فضيله كاين هذا هو زوون حاجه دقيقه وعمليه. واش كاين واش كاين واش كيحط حداكم الطوبيس اختي ما عرفتش فينا بلاصه انت كاينه عرفتش يقدر فين بلاصه كاينه يعني يعطيك الاخت مريم اي توصي في واتساب حسن حاجه توصي في واتساب نزلت لك لوكاليزاسيون تجي حتى للمحل 22 غرام فاصلة 9 في هذا الاخوات الثمن ديالو 13900 درهم 1390 اورو هذا الاخوات تاع فضيلة 1390 اورو 1,078,000 ريال ستة فاصلة خمسة فلاطي هذا الاخوات 6.5 فلاطي ديالو 1,078,000 ريال 1,078,000 ريال اختي حاول توصلي في واتساب الاخوات القياس ديال هذا 6.5 فلاطي ديالو 13900 درهم بالنسبه للغرامات ديالو فيه 22 غرام فاصله 9 حاول الاخوات قربنا للعميزات بارطاجيو اللايف ما بقى والو العميزات كاين واحد لاباك زويون هذا الاخوات قال موريتو كوبيل مع البراسيات ها هو البراسي ديالو لاباك مع البراسي ديالو زويون هذا بلا خاتم خفيف وزويون الثمن ديالو 1400 درهم 1400 درهم 140 اورو 28000 ريال تيجي يقدر تلبسيه هنا يقدر تلبسيه هنا يعني فين ما لبستي هذا يجي لا خفيف وشي حاجه عمليه ندوز لكم براسيت اخوات كاين تاع ديك الكليبرا تما بلا باك ديالو ما هو لا باك لا باك ديالهم زوينين شي حاجه دوقين حاول عبركم بالخاتم ديالو لان الخاتم ديالهم رائع 24 غرام فاصله 5 الثمن ديالهم 14900 درهم 1490 اورو 14900 درهم 1,048,000 ريال انا ديما تناخذ هذيك الثقه والتعامل بالصحه والسلامه اختي مرحبا بكم كاع الاخوات اللي تاخذوا تنشكركم بزاف الاخوات الثقه الاخوات راه عملتوا فينا الثقه عرفتوا فاش عملتوها يعني تنحاولوا حتى حنا نجيب لكم بثمن رائع وحاجه الجوده هذا هو الاساس هو الجوده وثمن مناسب والاخوات يعني الصدق لكن شي حاجه زينه زينه خايبه خايبه هذا هو الاساس الاخوات والانسان الاخوات راه كي قلنا لكم الا كان الصدق وكان هادشي كله راه تنحاول الاستمراريه حنا تنشوفوا الاستمراريه ما تنشوفوش غير مره واحده اختي الاخت اللي تسول على البلاصه فين هذا والحباس المهم حاولي ما امكن توصل في واتساب لان ما يمكنش نتواصل معك هنا لان ما عرفتش فين البلاصه كاينه وفين هذا يعني حاولي توصل في واتساب ونقول لي اي واحد بغى يعرف فين كاين حنا ولا اي حاجه بغى يعرف اي معلومه على اي ارتيكل يحاول يتواصل معنا في الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59 91 اتكسيت لي الجو باب الدكاله تقول لهم هي الحباس معروفه بالحباس في مراكش راه اختي في اي بلاصه كنتي راه يجيبوك حتى القصريه اللي معروفه قصريه الصفاء المسيره واحد رقم المحل 11 14900 درهم 1,048,000 ريال بالنسبه لهادو بجوج الخاتم وثلاث براسليات عندي لكم الاخوات واحد النباله واحد اخرى قالت لي بغيت شي نباله بلديه كاين هادي اخوات شي حاجه زوون هادي خدمه راقيه
هادما دوقيه خوت بارطاجيو اللايف. بقى لنا تقريبا واحد جوج لي زارتيكل ثلاثه وندوزو للميزات. بقى لنا والو 32 غرام فاصلة 9 الثمن ديالو 20000 درهم الاخوات، جوج المليون هذا 20000 درهم جوج المليون. السنس البلجيين اختي حاولي توصف واتساب السنس البلجي، ما عندنا شي حاجه موجوده لا موجوده اخوات شي سنس البلجي في اللايف، حاولي توصف واتساب ونوريك سنسات بلجيين. 20000 درهم جوج المليون 200 2000 اورو تقريبا 2000 اورو هذا الاخوات، شي حاجه زوينه شي حاجه صح والعمل. خوات بارطاجيو اللايف اطلع اكثر باش تدوزوا الميزات باش كلشي يستافد. القياس ديال هادي اختي نقول القياسه، قياس 5.8 في لاطاي ديالها، 5.8 ديال الاخوات ما فيها لا حجر لا والو، سامبل شي حاجه رائعه وصحيحه. فيها بسيط اخوات 4400 درهم 88000 ريال 440 اورو، دي 440 اورو. شنو حيد من هنا كده هنا كده اخرى كده بس عندك اخرى استصافة ما شو بس هاي كده ريال شوف من اخوات 440 اورو 88000 ريال 4400 درهم شحال راد كل جرام اختي راد كل جرام 585 درهم باش تحسو حدا جديده دوزتها قبيله. ولا ميزات ان شاء الله نوريكم الثمن ديال كل وحده والثمن ديالها، عندي جوج راد كوات وكورميتات ديالهم 4400 درهم 488000 ريال 440 اورو. جاب خاتم كلاش الثمن ديالو 1800 درهم 56000 ريال. بالنسبة لي طاي الاخوات راه كلشي كاين لي طاي ديالهم، هادو كاع لي طاي ديالهم راه كاينين. حاول نعطيكم القياس ديالو في الدورة 1.9 في لاطاي ديالو 1800 درهم 36000 ريال. كاين اخوات واحد سلسلة الكلاش زوونة هادي 2600 درهم فيها كلاش صغيورة، كاين اخوات لي تيبغي شي كلاش يكون صغيور، هادي 2600 درهم 2600 درهم 260 اورو 52000 ريال 52000 ريال. الخامة الاخوات 515 درهم غادي في زيادة تقريبا يومين هادي 520 وصلت 520 درهم. يا اخوات راه الدب راه تبارك الله في ارتفاع. علاش دارت لها شيما؟ علاش اختي؟ شيما على شيما؟ شكلها المباشر شكلها المباشر خوات طنجية قربنا لها، خوات طنجية موجودين عليكم يلاه غير بارطاجيو اللايف اكثر باش ندوزو للميزات. بسم الله على بركة الله اخوات بارطاجيو اكثر. ما خوات بسم الله ندوزو للميزات الاخوات يلاه الاخوات اللي سكرنا شي حاجه اخوات باش يعرفوا كيفاش نخدموا في الميزات، يعني التسبيق تحاولي تخلي افونس باش نحاول نخليك لارتيكل، لان لارتيكل تحاول تقول واحد الاخت خليه ليا لا بغيتو لا هذا، ولكن اخوات لافونس هو اللي تيخلي باش نخلي السلعه باش ما نتحش مع حتى واحد اللي كاين اللي كاين اللي تيبغيها وتتحرم منها، يعني هذا الشيء وقع ليا ولكن ما نحاولش نحرم حتى واحد منها، اللي بغاها سبق ليها هو الاول وكوموندها غنخليها ليه و ميم تو سيفت لافونس باش يبقاو ليه. نبداو على بركه الله اخوات بالحلقات يفكركم بزمان تبارك الله ما شاء الله دابا اخوات خير من 50 سنه ولا 60 سنه عندهم تبارك الله ما شاء الله الناس القدام اللي عارفهم اش يقول هادو ما عرفش السميه هادو يقدر عندهم شي اسم الاخوات عطيونا الاسم ديال هاد الحلقات هادو هادو ماشي بولحية ماشي بولحية هادو دايرين شكل اخر هادو خرام خمسة غرام ستة غرام فاصلة خمسة الأخوات هاذي تمن ديالهم 3700 درهم 370 أورو من شكون بغا باش نسالي بها هي نسالي وني نعطيها لك 3700 درهم 370 أورو 104 عفوا أخوات 74000 ريال 74000 ريال الأخوات صراحة تيبانو كتار من ثمنهم تيبانو تبارك الله ماويين
هادو الاخر الثمن ديالهم 74 الف ريال في الميزه هادو. الرابوز الرابوز اخوات حلقات الرابوز بالنسبه للاخوات اللي تبارك الله على واحد الاخت راه صنعتوك اختي يعني تاج لان تبارك الله عندك تعرفي الاسماء الناس قدام الاخوات يعرفوا هادو حلقات الرابوز هما هادو الثمن ديالهم 3700 درهم 370 اورو عرفت انا اسمي ديالهم يعني حلقات الرابوز عندك الحق سجنات مرحبا 3700 درهم 370 اورو 74 الف ريال. الاخوات واخا تبغيهم دابا تبي تشريهم كاع عندك الفلوس اللي تقديهم راه ما يتقادوش بهذا الشكل هذا دائما 74 الف ريال 370 اورو هذا الاخوات سكرينهم اللي بغاتهم سكرينهم 80 ناس ما شاء الله وهاد علاقه الاخوات كيدير تبارك الله ما شاء الله غزال هادشي رائع تجيبكم حاجه تنسيك حاجه كي تنقول 6 غرام فاصلة 5 الثمن ديالها 3700 درهم 370 اورو 370 اورو 3700 درهم 74 الف ريال يا غزالة خوات الميزات تيبداو دابا من 550 530 درهم حتى 570 درهم على حسب كل موديل كيفاش داير يعني ديال اختي هذه اللي تاخذها تاخذها 700 درهم الغرام هذه العلاقه هذه اكثر وما تلقاهاش هذا هو الاخوات الفرق ما بين الميزات لان الميزات تلقى تقريبا ناقصه واحد 130 درهم حتى 150 درهم في الغرام كاين بحال البلجي تلقى ناقصه فيه واحد 70 درهم 80 درهم في الغرام هذا هو الفرق ما بين الجديد والقديم الاخوات 3700 درهم 74 الف ريال بالنسبه لهذه العلاقه الرائعه وندير لكم شكل كاين هذه الخاتمه هذا الاخوات تا هو الناس اللي صور الاخوات كاين هذا كاين هذا كاين هاد جوج هادو رائعين هاد الاخوات خواتم زوونين 4 غرام فصيلة واحد الثمن ديالو 2250 اورو 2250 درهم 2250 درهم 2250 درهم 45 الف ريال بالنسبه للباك هذا 45 الف ريال بالنسبه للقياس ديالو دوره صغيره هذا الاخوات قياس 1.5 واحد ونص هذا فيه لاطي اللي بغا يلبس في الصباط الصغير اللي كان يديه ضعيف راه يجي زويون هذا الاخوات الثمن ديالو 2250 درهم 45 الف ريال كاين هذا هذا كبر منه شويه قياس 1.7 في لاطي هذا 1.7 في القياس ديالو 4 غرام فاصله 2 الثمن ديالو 2300 درهم 230 اورو 2300 درهم 230 اورو 46 الف ريال هادو مش حاجه صح هادو الاخوات هادو ميزات زوونين باقي جداد يعني باش تعرفوا واش الاخوات ما فيه لا ضربه لا حتى شي حاجه يعني باقي نقيين بالنسبه لهذا وهذا كاع هادو بجوجهم ميزات 230 اورو 46 الف ريال بالنسبه لهذا 46 الف ريال رادكو الاخوات صلاتكم رادكو رادكو شيماء ربيت الاحزاب ربي وقع فيها كلشي بغا اخوات نعطيكم والله الا عجبني واحد القصه وقعت لي في رادكو فهادي يعني رادكو اللي قال في اللايف اللي درت قبل هادي لقيت السيده تسنى على القصه راه تفرج في اللايف حدا القصاريه كي درتها انا في اللايف دورات ليا خرجت خرجت قالت لك قالت لك شفت الله يبلي قديم تبعت تبعت قلت لها شي ما هذا القصه هذا شوف فينا قلت لها صافي خرجها لها خرجي من هذا طالع شي هذا الاخوات الرد كي توقع عليها صداع ولكن اخوات تستاهل لان صراحه الرد كنت تمشى لان كي قلت لكم زوونه 15 غرام زينه وخزينه 15 غرام الثمن ديالها 8250 درهم 8250 درهم ثم هادي 8250 درهم وريتكم ما ديروا اخواتي قعدوا حدا القصاري 8250 درهم 165 الف ريال 165 الف ريال الاخوات هانتوما 100 اخوات زوون هادي باقا نقيه باقا راه تكون نقيه 165 الف ريال 8250 درهم 825 اورو في الميزه تاع الرادكو هذه الاخوه باش تعرفوا
825 اورو بغات تسكرينيها اللي فيها 15 غرام هنا تكون كل واحدة هاتيك باقي كاين غورميطه تاع اليد هي الميزات تاع الزبونه هذه طواولة دوك لا اللي كانت طويلة غتجي تعطيكم اليد على حساب القياس 15 سنتيم خوت 15 20 سنتيم في الطول ديالها هذه 20 سنتيم في الطول ديال هاد الكورميطه هذه تاع اليد 20 سنتيم ست غرام فاصلة سعود الثمن ديالها 5500 درهم 110000 ريال 5500 درهم 110 هادي الاخوات 110000 ريال 550 اورو 110000 ريال هادي غزاله هادي شي حاجه اخوات زينه وخزينه خواتم فيهم حروف فيهم حروف هادوك اختي تبان فيهم الحروف كي ماشي بالضروري يعني حرف فيه حرف هذا يقدر المهم بالنسبه لاختي هذا بغيتي نسكرينها هو الحرف الاول هذا كاين هذا خوات 5500 درهم 550 اورو 110000 ريال بالنسبه لهادشي باقي وحده رقيقه ها هي خوات راه الرود كنت نحاول ناخذها يعني بنزعم فيها باش ناخذها باش تستافدوا منها نتوما لان تعرفت ان الناس يبغيوها وتجيب ثمن مناسب تنحاول ناخذها بثمن زوين ونعطيها لكم 9 غرام فاصلة واحد 5000 درهم 100000 ريال هادي 5000 درهم 500 اورو 500 اورو هادي اخوات 5000 درهم 500 اورو 100000 ريال هادي زوون 5000 درهم ورينا اخوات مجاكوارك بين دوزت ما اختي هاهو هادو في الجيد كاين هذا كاين هذا هذا يوزتون كبير اختي هذا في الجدير جي معطي 5000 درهم 500 اورو ممكن تنقص ديك راه تكون ديال هي تنقص ولكن بضع فيها هذا الشيء لا بضع فيها لان هذا الشيء نقصت راه بضع فيها من الاحسن ما تنقصش هذا 5000 درهم الاخوات 500 اورو 100000 ريال ديال حلقات ممكن بالنسبه للاخوات كاين هذا باسي كلاش نسيتو على الكلاش الله يبلي فات قال لي هاد اخر بيت الكلاش ها هما الكلاش كاين جوج عندي 5.2 في القياس 5.2 ميزة اختي الاخت اللي يلاه التحقت بنا ميزة يعني الناس اللي يلاه التحقوا الاخوات هادو ميزة كندوزو لكم دابا 6.87 الثمن ديالو 3800 درهم 380 اورو 76000 ريال 76000 ريال 3800 درهم بالنسبه لهذا 3800 درهم 76000 ريال زال هذا رائع الاخوات صحيح شي حاجه عمليه جزونه وعمليه 680 اورو ما فيه لا تهريسه لا والو الاخوات هذا باقي نقي حاول نقلب لكم الاخت شكل اتصل اخوات مورا اللايف الاخت اتصل دابا اخوات حاول اتصل مورا اللايف يعني كيكمل اللايف بغيت تصلوا اتصلوا بعد 15 دقيقه يبقى الخط مفتوح 380 اورو 380 اورو 3800 درهم كاين هذا اخوات فان كليف وكارتي هذا بجوج جمع بين جوج بين كارتي وبين فان كليف 14 غرام فاصلة 7 الثمن ديالو 8000 درهم 800 اورو 810 اورو هاد الاخوات 8000 درهم ماشي مشكل ندير 810 اورو ولي 8000 درهم 800 اورو 800 اورو 160000 ريال بالنسبه لهاد الكاختي هذا كاختي وفان كليف دقيق تبارك الله ثقيل يعني الصح يعني شي حاجه صحيحه وعمليه 8000 درهم الاخوات 160000 ريال بالنسبه لهاد الفري ميزه الاخوات باقي جديد باقي نقي كيفاش الاخوات الناس اللي بغاو يستسلطوا تبارك الله هادي عندي تبارك الرحمن هذه طويله ولا حوري تعبرني هذه شحال فيها في الطول جيب الطول اكزاكت باش ما تحاوليش يكون ناقص ولا زيد كاين هذا الكلاش الاخوات في الميزات كاين هذا تو زوون
هذا في واحد التريسر اخوت في الضربه هنا من الداخل، نقول لكم اش كاين. هذا في واحد الضريبه من هنا ولكن ممكن تصلح، ماشي مشكل، هذه تصلح هي هنا ما تبانش، ممكن تصلح. 10.3 غرام، 8 ديالو 5500 درهم. الديفو ما فيهش من برا، عنده فيه شي حاجه من الداخل، فيه واحد الضريبه من الداخل. 5000 دوبيا قديمه، 5500 درهم اخوات، 550 اورو، 110000 ريال. القياس ديالو لا ماشي ما عسل مستر 45 في جوج، قياس ديال البراسي اخوات 5500 درهم، 6.5.7 في البراسي ديالو، 5.7 في لاطي. القياس ديالو 5.7، اخواتي سول القياس ديالو 5.7، 5500 درهم، 550 اورو. هذا هو داس كاين، هذا الكاري زوين تاو هذا، يا سلام هذا تاو زوين، فيه 8.7 غرام، 8 ديالو 4800 درهم، 480 اورو، 96000 ريال. 96000 ريال اخوات، القياس ديالو 6 سنتيم، لاطي 6. قياس ديال داك الفانكلي فيها، ما قلتش قياس ديال الفانكلي، فنقول لاختي قياسو دابا، قياس 6 هذا اختي، هذا اختو هذا قياس 6 في لاطي ديالو ستوندار، يعني قياس 6 راه مزيان. بغيت كلاش قياس 6، كاين في جديد اختي، إلا بغيتيه في جديد اختي فاطمة كاين، هادي قلت لها ميزات راه قياس قلتو ليك، يعني بغيتيه في جديد تواصلي مع الأخت شيماء تعطيك الغرامات ديالو، تعطيك الثمن ديالو. 6 سنتيم هذا الأخوات، 4800 درهم، 480 أورو، 96000 ريال. ميزة نسيكري، ميزة أخوات في هاد اللايف، شوف هاد الخاتم هذا زاهر، هذا رائع. 3.3 غرام، 8 ديالو 1850 درهم، 1850 درهم، 37000 ريال، 37000 ريال، 185 اورو، 185 اورو. ورينا راه قلت لي داير دوز داختي، ها هي نوريها لك، ها هي هادي تلقاها تبعت اختي، هادي تلقاها في نشيما، ادخل ادخل دابا الواتساب غتلقى شي اخت كوموندات حيت لي كوموندا هو الاول، هو تياخذها باش تعرفوا الاخوات. نحاولوا نرجعوا للسكرين لان نبداو من الاول، لي جات ميساج الاول هو تياخذ لاختي 1850 درهم، 37000 ريال، 37000 ريال بالنسبه لهاد لاباك. هاد كاين هاد البراسلي تا هو زوون الاخوات، ما فيه لا ضربه لا حتى شي حاجه، يعني باقي نقي كما تشوفوا، يعني باقي نقي. القياس ديالو 6 سنتيم، قياس 6، قياس 6، 9.6 غرام، 8 ديالو 5300 درهم، 530 اورو، 106000 ريال، 106000 ريال. واش فيه؟ فيه واحد شويه الحجر الاخوات من هنا، فيه هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه بوحدها من هنا ومن هنا من الجنب ديالو. 8 ديالو 5300 درهم، 530 اورو، 106000 ريال، صح والعمل. الرد كل اللي خديت من عندك فيها 33، واش فاس اختي ما عرفتش شنو شنو 33 غرام. حاولي توصل مع اختي باش نعرف شنو الكوموند اللي دوزت، واحد الاخر اللي دوزت شي كوموند شي ما فيه 33 غرام. توصل معاك شي بغيت نعرف واش منقوش من شويه بجوج ولا من جهه، واش كوموند تاعها؟ لا ديجا خداتها هي، ما عرفتش ما عرفتش. 5500 دار اخوات، 5300 درهم، 530 اورو، 530 اورو. كاين هذا الكلاش الكلو، قياس 5.8، 5.8 هذا تا هو باقي نقي. هذا الاخوات هذا واحد الاخت بدلاتو عندي، دات من عندي غلط منه، هذا زويو 5.8 في القياس ديالو، 7.86، 8 ديالو 4300 درهم، 130 اورو، 188 ألف ريال، 86 ألف ريال الأخوات.
86,000 ريال. هذا الأخوات 4,300 درهم، 130 أورو، 86,000 ريال. هذا الكلو هذا. كاين هذا البراسيل أخوات، كاين شكيلات اليوم زواوني، كاين هذا توا رائع، هذا زواو 5.5 فلاطاي ديالو. اليوم قياسات متنوعين في البراسيلات أخوات، يعني باش ياخذ يعني قياسات متنوعين، كاين 5.3 5.5 5.7 يعني كاع لي طاي، كاين قياس 6 تا هو زوون يعني كاع لي طاي في العميزات كاينين، يعني غتستافدو كلشي قياسات ديالهم كاينين كلهم باقيين قين براسيات. 4,800 درهم، 180 أورو، 96,000 ريال. الله يسر ليلى وليك أختي، شكرا لك بزاف. خاتم رويال، خاتم رويال كاين عندي، كاين كاين أختي عندي في الجيد. 480 أورو الأخوات، 4,800 درهم، 96,000 ريال بالنسبة لهذا البراسلي. هذا قياس ديالو 5.5 فلاطاي ديالو، هذا زوون، قياس 5.5 وقياس 5.7 كاين 5.7 هذا زدت واحد فيه 5.7 رجعي دوزنا شي واحد فيه 5.7 ها هو هذا فيه، هذا فيه قياس 6 هاو خوات لي تسول، قياس 6 هاو، قياس 6 فلاطاي ديالو 9 غرام، 540 درهم الثمن ديالو، 4,850 درهم، 4,850 درهم، 485 أورو، 485 أورو، 96,000 95,000 ريال، 95,000 ريال الأخوات، حاجة صحيحة. مستيكا لا أختي ما كاينش عندي بلاصتي مستيكا في العميزات، كاين الكلو، كاين الفان كليف، كاين الكلاش، 4,850 درهم. كاين هاد لاباك هذا تاهو زوون شانيل رائع الأخوات، بغاتو سكرين في جوج الكرام، هذا 1,150 درهم، 1,150 درهم باقي نقي، هذا وراقي 1,150 درهم هذا الأخوات، 23,000 ريال، 115 أورو، بسم الله 115 أورو. كاين هادي تاع طروات تاع هادي ميزة تاع زوونة، كاين هادي وكاين هادي وكورميطات، كاين هادي وكاين هادي على باك ديالها، السلسلة مدوزناهاش، شوف قلنا مدوزناش شيما، كاين واحد الكورميطة أخرى درتها في الميزة معرفتش فين هي، كاين شي وحدة ماشي مشكل. خوات نبداو ليكم بهادي، كاين هادي غورميطة تروادي، الكرامات ديالها 2.9، الثمن ديالها 1,600 درهم، 2,600 درهم، 132,000 ريال، 132,000 ريال. واش هادوك حجيرات اللي فيهم اختي؟ علاش شنو علاش شنو حاجة فيها الحجيرات؟ حاولي توصلي معنا في واتساب ونقول لك شنو كاين. كل اللي بقى هذاك هو كاين، هذا كبير هاو، كاين هذا هادو باقيين، باش ندوز لكم حاجه بحاجه باش ما نتلفوش. 1,600 درهم، 32,000 ريال، 160 اورو بالنسبه لهادي، 160 اورو. كاين هاد الكورميطه بلا باك ديالها، ما محتاج يحاول يتفرقوا هادو، كل ندير كل واحد الثمن ولكن نجمعهم بجوج لانهم زوونين بجوج. 2,800 درهم، 56,000 ريال، هادو 56,000 ريال، 280 اورو، 280 اورو هذا الاخوات، الخاتم والكورميطه ديالو 280 اورو، 56,000 ريال باش تاخذ كورميط وخاتم بهذا الشكل هذا، راه بهذا الثمن راه زوين وباقي نقيين هذا الاخوات، راه نقيين ماشي قاعد نقول لكم باقي نقي. 280 اورو، 56,000 ريال. خاتنا السلسله شحال فيها في الطول ديك الشيما؟ هذيك الاخوات بيخبي فيها الفلوس، هذه 550 درهم الغرام، هذه بيخبي فلوس، هادي راه واخا تبغيها ما تلقاها يعني في هاد الثقل هذا في هاد الميزان. هذا جيت بوكلا طويلة 64.2 غرام، 64.2 غرام، الثمن ديال شحال فيها قلتي شيما؟ 35,300 درهم، 90 سنتيم في الطول ديالها كامل، هاد الأخوات 90 سنتيم في الطول، تبارك الله يعني طويلة وزوونة.
90 سنتيم في الطول ديالها 3530 درهم، 3530 درهم جوج 3 مليون ونص و 6000 ريال، 3 مليون ونص و 6000 ريال بالاورو الاخوات 3530 اورو، 3530 اورو. شوف بكره فين غتوصلوا باش تعرفوا طويله، يعني راه تبارك يعني طويله شي حاجه يا سلام. الاخوات كاينه هذه طويله شي حاجه زوينه، حاول نعطيكم البراسي، كاين هذا البراسي هذا 100 غرام فاصله 3 الثمن ديالو 4550 درهم، 4550 درهم 455 اورو، 455 اورو هذا الاخر 455 اورو في هذا الجاكوار من هنا 91000 ريال. بقى لنا هذا الكلو، كاين هذا الكلو الاخوات، هذا الاخوات باش تعرفوني باقي نقي، لا باقي نقي، فيه واحد الحاجه هي هادي، فيه واحد اللعيبه من هنا بحال قلتي في الفينيسيون ديالو، هذاك دخل عليه واحد شويه واحد ما بيناش يعني، باش شوفوا خوتي شنو فيه. بغيتي نصورو نصورو لكم هذا قياس 10 غرام فاصله 5، هذا الاخوات 530 درهم الغرام، 10 غرام فاصله 5 الثمن ديالو 5000 و 550 درهم، 5550 درهم في القياس ديالو 6.5 في لاطاي ديالو 5550، 5550 درهم 555 اورو، مليون عفوا اخوات 111000 ريال، 111000 ريال. هذا زوين الشيء اللي بقى لنا الاخوات، ما تبقى الا السلام عليكم. هذا الشيء اللي بنقول لكم الاخوات، شكرا لكم بزاف بزاف، تنشكركم على التتبع ديالكم، وتنشكركم الاخوات لان اللايف كان ممتع بالحضور ديالكم والوجود ديالكم والبارطاج ديالكم. ميزه اليوم استثنائيه جديده الاخوات، شي حاجه استثنائيه، حاجه زوينه، شي حاجه تاع النفس كي تنقولوا حنا، وشي حاجه زوينه وزينه وخزينه. الاخوات شعارنا الاخوات هو تلبسي وتزيني وتخبي فلوس، هذا هو الشعار ديالنا الاخوات. حنا معكم ديما ان شاء الله عند رياض، معكم سفيان من رياض دي بيجو الاخوات، الرقم ديالنا اللي هو 06 66 52 59. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.